ولمناقشة ملف مهجري جرف الصخر والمساومات السياسية على عودتهم لمناطقهم ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. حياكم الله. لماذا تقر الحكومة الآن أن ملف عودة مهجري جرف الصخر إلى مناطقهم خاضع للمساومات؟ لماذا لم يتطرقوا لهذا الموضوع أو الإقرار قبل الانتخابات مثلا؟ لأن هذا الملف الذي هو يفترض أن يكون إنسانيا بالدرجة الأولى، وقد مضت سنوات على كما يقولون على حسم موضوع الإرهاب وتطهير المنطقة من هذه من الجهات الإرهابية التي كانت يزعم أنها كانت تسيطر عليها. مقصود أن يبقى هذا الملف خاضعا للمساومات وخاضعا للابتزاز وخاضعا للتكسب السياسي والمصالح الشخصية والحزبية والفئوية الضيقة، بعيدا عن معاناة هؤلاء العشرات الآلاف من المواطنين. هؤلاء الذين يدعون أنهم يمثلون العرب السنة في العراق، هم أول من يتاجر بقضايا العرب السنة في العراق، وأهمها قضية النازحين وهذا الملف الذي هو جرح دامي حقيقة في جسد العراق. نعم. طيب، هذا الإقرار عندما يرد على لسان وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق، هل هو محاولة لغسل يدها ويد وزارتها من المسؤوليات الملقاة على عاتقها فيما يتعلق بهذا الملف؟ يعني مثل كل التصريحات الرسمية في هذا الإطار، هي محاولة يعني نفض اليد أو كأنما إخلاء المسؤولية، في حين أنهم جزء أساسي تقوم عليهم أو تترتب عليهم المسؤولية في إعادة هؤلاء النازحين. وفي عندما يعني تصدر هذه التصريحات سواء من وزيرة الهجرة أو من أي مسؤول آخر، وقبلها صدرت تصريحات من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ويقول أن هذه الجهة أن هذه المنطقة لا يمكن لأي جهة أن تدخلها، حقيقة هذه تصريحات معيبة. يعني إذا كان رئيس البرلمان أو الجهات الحكومية المعنية، وقبل سنوات كان وزير الداخلية قد توجه إلى في سنوات سابقة إلى تلك المنطقة ولم يسمح له، وهذا ما حصل حقيقة مع كل المسؤولين. هذه محاولة لإخلاء المسؤولية ويعني رمي التهمة على جهات مجهولة. في الحقيقة الجهات الحاكمة في العراق معنية ومسؤولة بالدرجة الأولى عن حسم هذه القضية، مع أن الوزيرة تلقت وعدا، يعني وهي صرحت بذلك أنها اجتمعت بزعيم ميليشيا بدر هادي العامري وأنه وعدها بعودة المهجرين لجرف الصخر. يعني هذا التصريح أيضا حقيقة معيب ومخجل، أن يكون زعيم ميليشيا هو من يتحكم بوضع السلطة، بوضع الدولة كما يقال، وهو طبعا لا توجد دولة، الدولة بين قوسين، يعني مجريات الأمور في العراق تتحكم بها هذه الجهة الحزبية أو هذه الجهة الميليشياوية أو غيرها. نعم. في نفس الإطار كان هناك تصريح لعضو الإطار التنسيقي حسن الكعبي إنه المنازل في جرف الصخر تعرضت للتفجير والهدم، وهذا يطرح سؤالا عن كيفية عودة المهجرين الآن إذا كانت منازلهم مهدمة، وهل لدى الوزيرة علم بهذا أم أن الكعبي له غرض آخر من التصريح؟ يعني تصريحات الوزيرة المعنية تقول أنه خلال 6 أشهر سيتم حسم هذا الملف، في حين أن هناك أيضا تصريحات لها تقول أن هناك 500 إلى 700 عائلة فقط من ستتم إعادتهم، وهي هذه أرقام يعني لا تمثل إلا جزءا أبسط من البسيط واليسير، نزغا يسيرا جدا من حجم الأعداد الحقيقية المهجرة من هذه المنطقة. هم يريدون ربما إعادة بضع مئات من العوائل كما يبدو إلى مناطق معينة في أطراف جرف الصخر، ويقال أن هذا الموضوع بعد ذلك يقال أن هذا الموضوع قد حسم وأن هذا الملف قد أغلق، في حين
أن الحقيقة هناك يعني سيطرة كاملة على المنطقة، وهناك تدمير فعلا لبيوتها بالتأكيد، هناك عمليات انتقامية، وهناك يعني تجريف للبساتين وإلى آخره. فحقيقة هذا التصريح يدل على أن الملف غير قابل للحسم، وأن الجهات تتقاذف المسؤولية فيما بينها، واحدة منها تلقي المسؤولية على الأخرى وهكذا، وتبقى المعاناة قائمة لعشرات الآلاف من العراقيين. إلى أي مدى ترى أستاذ مصطفى أن هذا الجدل الدائر والتصريحات المتبادلة هي محاولة لإخفاء خطة تغيير ديموغرافي لمناطق بعينها في العراق؟ يعني خطة التغيير الديموغرافي حقيقة منذ الاحتلال، بداية الاحتلال الأمريكي ثم الاحتلال الإيراني للعراق، خطة قائمة ويجري تنفيذها بشكل حثيث وعلى مراحل وفي مساحات جغرافية معروفة، سواء منها في جرف الصخر أو في شمال بغداد أو في الحزام الجنوبي لبغداد وهكذا، وحتى في الحزام المناطق الغربية من بغداد في منطقة أبو غريب والحصوة وما إلى ذلك. هذه مناطق كلها تجري فيها عمليات التغيير الديموغرافي وإحلال مجموعات سكانية لا تمت إلى البيئة الأصلية لهذه المنطقة لأغراض طائفية، خدمة للمشروع الإيراني الإرهابي العنصري التوسعي الذي يراد تنفيذه في العراق، ويجري بشكل تنفيذه بشكل حثيث في الحقيقة. شكرا لك رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل.